وانا اللي عايز احتفل بنجاح الحلقه بتاعتك. ما عندكش طريقه تانيه غير السكس هي اللي تحتفل بيها؟ منع الافلام من العرض الان امر نادر الحدوث سواء في شاشات السينما او التلفزيون، لكن قديما لم يكن الامر كذلك، حيث شهدت مكتبه الافلام العربيه اشرطه كثيره اتقفل عليها الادراج ومنعت من العرض بسبب مشاهدها الجريئه وللحفاظ على التقاليد العامه. وفي الفيديو ده هنجيب لكم ابرز الافلام اللي اتمنعت من العرض. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. فيلم جنس ناعم، فيلم للكبار فقط لكثرة المشاهد الخارجة والغير أخلاقية فيه. دور أحداث الفيلم على 3 من الأصدقاء وهم محمود وعادل وسمير، قرروا يواجهوا أزمتهم المالية بأنهم يحتالوا على النساء ويخدعون باسم الحب عشان يحصلوا على الأموال. ويتمكن محمود بالفعل من خداع إحدى السيدات وبيحصل على أموالها باسم الحب، وبعد كده بيكتشف حبه الصادق ليها وبيندم على العمل، وبعد كده بيرجع لها المال وبيترجاها تسامحه وترجع تثق فيه من جديد. وبتتولى الأحداث في إطار درامي ورومانسي. انت ساكن في المتحف؟ حط النوم هناك. ايه بيقع اختيار الفنان التشكيلي احمد حمدي عشان لوحته الجديده اللي هيرسمها على زينب لتكون الموديل الخاصه للرسم. زينب بتقع في حب احمد، بس احمد ما كانش بيبادلها نفس المشاعر، وكمان بيشاغل بنت تانية وبيستغلها جسديا. ايوه انا زعلانه منك. ليه؟ مش عارف ليه. زينب زينب ما بتغيري من الموديل، دي حاجه تانية خالص. طول عمري بحبك يا سريه. بتحبني؟ نساء الليل فيلم درامي مصري من اخراج حلم رفعت، بطولة حسن يوسف ونهدي الشريف ونيلي وكمال الشناوي. صدر الفيلم في 29 يناير 1973. بس يا خسارة، رايحة مشوار لماما. باي باي. بس قال لي انه مبسوط منك. امتى بقى هرقيني وزود مرتبي لل 100 جنيه زي ما وعدني؟ وحياتك هنا الراجل ده احنا مدونين له بكتير. فيلم امرأة سيئة السمعة أيضا من الأفلام المصنفة لدى المصريين على أنها سيئة السمعة بسبب تضمنها لمشاهد جريئة جمعت بين الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنان يوسف شعبان والفنان محمود ياسين، وهو ما دفع بالفنان حسن يوسف لعرض مبالغ باهظة لشراء النسخة الأصلية من الفيلم ومنع عرضه. عايشة معايا في بيت واحد تمر الست